ستنا ملف الكهرباء به تدخل خارجي ونص الان كل وقت. لا الان ماكو اللي اقصده يمكن لان حكومه قويه، يمكن لان وزاره قويه. هسه حكومه قويه طبعا صحيح، والدليل البارحة العميد انكتب بالشطره. هسه انا اقول على ملف الكهرباء انا اقول لعنايته بملف الكهرباء ما له دخل. استاذ احمد عزيز، لا سياده النائب، انا اقول على ملف الكهرباء. هو ملف الكهرباء خوش والله اشتغلت بي. لا ملف الكهرباء يعني اذا نتكلم عن هاي عمليه تنويع مصادر الطاقة. فالحكومه لو كانت سباعيه كانت تقدر بسنتين تنتج لها من حقلين غازيات وتشتغل وتورد لك غاز من الداخل. لما يكون السيد مسرور برزاني اللي هو رئيس وزراء الاقليم البارحه عنده جوله اوروبيه ويقول اجينا لتعزيز وسد نقص الغاز الروسي عن اوروبا. زين اني الغاز مالتي باقليم كردستان، الغاز العراقي باقليم كردستان ما مسيطر عليه. انا من هنا هاي اثنين بعد ناطق باسم الكهرباء ما اعرف اجاوبك. خليني اكمل لك. لا لا مو احنا ليش قلت لك مو سياسي؟ يا رئيس وزراء اقليمي، انا اقليم تابع الى دوله العراق الاتحاديه، يروح واوروبا ببريطانيا البارحه يصرح رسميا يقول انا جاي حتى اعالج موضوع نقص الغاز الروسي عن اوروبا. وانا اجي اروح اتوسل بالدول. هذا واحد. زين انا شنو راح اتوسل؟ لا عفوا عفوا هذا واحد. لا انا بكهرباء. انا قلت استاذ احمد عزيزي انا ايش قلت؟ قلت ملف الكهرباء. لا استاذي انت تحكي على غاز وهو مو شغله الكهرباء نهائيا. انت قلت ماكو تدخل سياسي. هو انا احكي على ملف الكهرباء. لا هو ملف الغاز. لا ملف الغاز غير كهرباء ولا لا؟ لا نفط. شنو نفط؟ نفط؟ يعني لا الغاز الايراني المن نستورده؟ نستورده لصالح الكهرباء. اذا محطات ليش؟ لان ما عندي غاز. استاذ احمد محطات الكهرباء الغازيه على من تشتغل؟ نعم على الغاز. مشكلتنا بالصيف كل مره على من؟ وين مشكلتنا؟ على الغاز. الغاز الايراني لو لا؟ انتم من رحتوا القطر تخصيصات. من رحتوا القطر وغير قطر غير تدورون غاز لو لا؟ صحيح. زين انا ادور بقطر غاز وكردستان يقول انا راح اسد النقص مال الغاز. هذا واحد. زين اثنين انا عندي محطتين غازيات جاي استورد من عندهم غاز، استورد من عندهم كهرباء. زي. اليوم محطه كار ومحطه قيوان. ايش بيهم ذني؟ مو جاي اخذ من عندهم كهرباء لو لا؟ لحد الان ما ماخذ لحد الان. كردستان علي من كهرباء؟ كردستان انا شاله كردستان، انا احكي على وزاره اتحاديه. من يزودها؟ لا هي الكهرباء ما كردستان، هي اقليم كردستان غير من عندي لو لا؟ لا مو من عندي. الوقود مالتها منين؟ مو من عندي. استاذ احمد مو عندك معلومات لا انا احكي كهرباء. لا بالتزويد. واضح واضح. انت تحكي نفط ما احسن لا احسن. صلاح الدين ويا من تعاقدت، محافظة صلاح الدين ويا من تعاقدت. نعم. ال 225 مليار المرادي طلعن وبعدين انكشف الملف مالتين. مال كهرباء شركة كار محطة كار المحافظة صلاح الدين. لا انا هسه كون احكي يعني.